السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ كوبايتين دقيق بس ونص كوباية زيت، عملنا احلى كوكيز من غير زبدة، طعمه تحفة جدا جدا، وطبعا شكله حلو قوي، لذيذ جدا، سهل وبسيط. اوريه لكم بقى من جوه قد ايه هو فادجي وحلو جدا، شايفين قد ايه جميل وحلو وسهل وكل حاجة من غير اي تعقيدات. الشكل الحلو ده بايدينا مش باي حاجة تانية. وصفة سهلة وبسيطة، يلا ندخل مع بعض نشوف الوصفة الحلوة دي احنا عملناها ازاي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق طبعا منخولين، عليهم كوباية من الكاكاو وهو كمان منخول، عليهم معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، رشة صغيرة جدا من الملح، معلقة كبيرة من النسكافيه، ودي خطوة اختيارية. هقلب كل المكونات دي مع بعض واسيبها على جنب. دلوقتي معايا كوباية من السكر، عليها نص كوباية من الزيت، هقلبهم شوية مع بعض لحد ما احس ان السكر داب معايا نوعا ما. انا هنا شغلت المضرب الكهربائي، معايا هنا 3 حبات من البيض، هنزل ببيضة بيضة، اول ما البيضة الاولانية تختفي هرجع انزل بالتانية، بس هضرب البيضة الاولانية الاول كده. بعد ما البيضة الاولانية اختفت هنزل بالبيضة التانية وكمان التالتة، وهخفق شوية حلوين لحد ما الخليط يبقى فاتح معايا. دلوقتي هحط معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا، وراعي وانا بخفق انزل الجوانب كل شوية بالاسباتيولا. دلوقتي بقى خليط الدقيق والكاكاو اللي انا جهزته معايا هنزل بيه شوية بشوية واخلط لحد ما يكون معايا عجينة متماسكة. دلوقتي بقى انا هسيب الاسباتيولا كده على جنب واكمل خلط بايدي، عشان كده الدقيق هيتداخل جوه السوائل بتاعتي بطريقة احسن. شايفين اول ما دخلت بايدي كده الدقيق اتشرب مع السوائل، شايفين بقى العجينة بتلزق في ايدي ازاي، ده القوام المظبوط. ما تخافوش ما تزودوش دقيق خالص، ما تقولوش ان هي كده مش هتتشكل، بس هنسيبها بس في الفريزر ساعة او ساعتين عشان يديني القوام المظبوط بتاع الكرنكل بتاعنا. فدلوقتي انا هحطها في الفريزر لمدة ساعة او ساعتين وبعد كده نرجع نشوف. دلوقتي بقى بعد ما طلعت الكوكيز بتاعتنا من الفريزر، شايفين بقى متماسكة ازاي ومبقتش تلزق خالص بالشكل ده كده، طبعا الحجم اللي احنا حابينه، هكبر بس الحجم شوية بالشكل ده كده، واحاول اخلي الحجم كله قد بعضه، شايفين بقى بالشكل ده كده. هرصها في صينية تدخل الفرن طبعا. دلوقتي انا كورتهم بالشكل ده، هعمل ايه واحدة واحدة كده، قبل ما احطهم كمان في الصينية بتاعتي احطهم في سكر بودر، بس هغلفهم كويس جدا، يعني احاول اسيبهم يعني ولو حتى دقيقة بس في السكر بالشكل ده كده. دلوقتي هاخد بقى حبات الكوكيز واحطها مكانها، احنا ممكن نحطها في السكر على طول زي ما قلت قبل ما نحطها في الصينية، ونسيبها عشان بس تتغلف كويس جدا بالسكر بالشكل ده كده. هرصها كويس جدا في اماكنها، ولازم يكون بينهم فراغات عشان لسه يعني نوعا ما هتتفرد شوية في الفرن عشان ما يلزقوش في بعض. ودلوقتي بقى هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، هتاخد 10 دقايق، ما بين ال10 دقايق وال12 دقيقة، مش اكتر من كده، لان احنا عارفين طبعا ان الكوكيز ما بياخدش سوا كتير. دلوقتي بقى دي اخر كمية معايا، بس انا هنا عملتها مبططة شوية، وهوريكم الفرق بين المبططة والكور، ودي سمكها قد ايه ودي سمكها قد ايه، وانتم في الاخر ليكم حرية الاختيار في شكل الكوكيز بتاعنا بالشكل ده كده. وحطها على نفس درجة الحرارة طبعا، بس هتاخد دقيقتين ثلاثة اقل، لان التانية عالية ودي طبعا انا مبططوها شوية،
فهنشوف بقى دلوقتي مع بعض شكل الفرق بين الكوكيز المبططة واللي هي العادية اللي مش مبططة. وبكده الكوكيز بتاعتنا بقت جاهزة معانا، دي اللي سبناها مكورة زي ما هي، يا دوب بس اتفتحت كده من بعضها عشان السكر يبان قد ايه شكلها تلجي وحلوة جدا. ودي بقى اللي احنا بططناها، وطبعا الشكل اللي احنا حابينه هنعمله عادي جدا. عايزة بقى اوريها لكم من جوه، شايفين بقى قد ايه طرية جدا وفضي جدا جدا جدا. وصفة سهلة وبسيطة وطعمها يجنن، حلو قوي. طبعا هي طرية كده، لو احنا عايزينها بقى انشف من كده شوية ممكن نسيبها دقيقتين بس هينشفوها، لكن انا بحب القوام ده للكوكيز. طبعا كلنا عارفين ان الكوكيز مش بسكوت، فبيبقى طري. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجبه الوصفة يقول لي رأيه في الكومنت. باي باي.